جاهز. يلا بينا نبدأ. اتفضلي. يلا بينا. نجاحاتي مع جمال كانت نجاحات مختلفة وخاصة، وإحنا اللي عملنا الشكل الجديد في الدراما المصرية. كانت الدراما عبارة عن استوديو وأربع خمس كاميرات بيصوروا، إحنا اللي عملنا التكنيك بتاع السينما. عنده إحساس بالشغلانة وعنده إحساس بالفنان اللي هو بيتعامل معاه. لما بيشوفني حتى مع غيره بيحب يتفرج علي، بيحب نجاحي حتى وأنا مش معاه. بيقولوا إنه أنت عندك شلة من أسماء محددة هي اللي أنت بتنتج لها فقط، ردك إيه؟ مش بالظبط كده. أنا ما عندي بطلات للشركة وأبطال للشركة. أنا ليا دور معاهم وهم لهم دور في الشركة، فبنكمل مشوارنا سوا مع بعض. فالمنطق الطبيعي أن أنا لو قدرتي أنتج مسلسلين أو ثلاثة أنا أهتم أكتر ببطلاتي اللي هم كمان في شركات تانية بتعرض عليهم فلوس أكتر مني وبتخلوش عني، ولا أنا بتخلى عنهم. إنما لو في قدرة أن أنا أقدر أنتج مسلسلات أكتر ممكن أعمل لغيرهم، إنما لو ما عنديش غير يعني كوتا معينة أنا أفضل طبعاً يبقى يسرى ونيلي مش أكتر يعني. بس في أسماء ما بتشتغلش غير معاك يا أستاذ جمال. زي يسرى ونيلي. ما أنا بقول لحضرتك أهو. يعني أولاً يسرى ما شاء الله بقى لنا 20 سنة على مستوى العالم كله. ما فيش بطلة وشركة إنتاج يشتغلوا مع بعض العدد ده. وده يحسب ليا مش عليا، إن نيلي كمان بقى 10 سنين نفس الوضع. ده معناه ان احنا مرتاحين مع بعض وبيننا كيمياء وبيننا نجاحات ونجاحات متراكمه، وبالتالي ده بيخلي اللي برانا نفسه يبقى جوه المنظومه دي. وفي نفس الوقت انا بحافظ عليهم وحافظوا عليا. ايه المشكله في كده؟ ايه؟ طب هل مثلا ممكن يكون عندك شروط في النجمه اللي عايزها تشتغل معاك؟ مفيش حد بيشرط على اي حاجه من قبل ما تبتدي السؤال. لا انت اللي عندك شروط. لا ولا عندي شروط. مفيش شروط. الشغلانه دي ما فيهاش شروط، احنا بنعمل حاجه بحب جدا عشان ننجح. انا المفروض عندي رؤيه وفاهم شويه وهم كمان نجمات كبار، ومفروض بنقعد سوا عشان نشوف نقدر نعمل مشروع السنه دي او السنه اللي بعديها، وبالتالي توالي النجاحات بيخلينا نثق في بعض اكتر، فبقى في مشوار. طيب